تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل فقرة تأثير المجال المغناطيسي على البلازما في حركة الجسيمات المفردة في الفصل الثالث من مادة البلازما. بعد ما تعرفنا على أنواع الانجراف، أيضا هناك نوع الانجراف هو الناتج بسبب انحناء خطوط المجال المغناطيسي اللي هو كيرفيتشر دريفت، اللي هو VLR. يعني يصير اكو سرعة انجرافية ناتجة من طبيعة انحناء خطوط المجال المغناطيسي. السبب شنو؟ بسبب استخدام المجال المغناطيسي في حصر البلازما، سواء كان في أنظمة الحصر المغناطيسي المفتوحة أو المغلقة في أي نوع منهن، فإن خطوط المجال المغناطيسي تكون منحنية دائما مثل ما معروف عنها، وهذا ما يؤدي إلى شنو؟ إلى هروب الجسيمات البلازما، يعني تنجرف بسبب الانجراف الناتج من انحراف هذه الخطوط، أيضا يؤدي إلى حصول سرعة في الجسيمات. لنفرض إن البلازما وضعت في مجال مغناطيسي وخطوط المجال شبيهة منحنية كما توضح بالشكل، إن في هذه الخطوط تكون منحنية، تلاحظونها، وهذه حركة وضعت جسيمة نصف قطرها RC اللي هو نصف القطر عند السنتر، وراح تكون وطبيعة المجال المغناطيسي البي، خطوط المجال المغناطيسي تكون منحنية إن هذا النوع من المجال المغناطيسي، فإن السرعة راح شو تصير لها؟ مركبتين، تتحلل السرعة إلى مركبتين، هما المركبة العمودية والأفقية، حيث إن المركبة الأفقية شو تسوي؟ تتسبب في توليد القوة المركزية اللي هو لأن إحنا نعرف الأفقية تكون في يعني على اتجاه محور الإكس، وباتجاه عمودي يعني من على النواة، بذلك راح شو تكون؟ تتسبب في توليد القوة المركزية اللي هي Central Force، والتي تعطى بالعلاقة التالية اللي هو هي F. احنا نعرف F شو يساوي؟ ان الكتلة في التعجيل، لكن القوة المركزية هي الكتلة في التعجيل المركزي، اللي هو التعجيل المركزي شو يساوي لنا؟ مربع السرعة اليمين على نصف القطر، واحنا نعرف كنا القوة المركزية شو يساوي لنا؟ ام الفي تربيع على الار تربيع، لكن هنا نحن عندنا القوة الموازية الافقية، يعني الموازية راح تكون الام في الموازي، اميزها تربيع، بدل ما اقول في اقول في الموازي تربيع، القوة المركزية على الار سي سكوير واللي هو نصف قطر السنتر. زين الاف سي اف اللي هو القوة المركزية شو يساوي لنا بالنسبة للسنتر؟ راح تكون سنترال فورس، يعني القوة المركزية راح شو يساوي لنا؟ ايضا الام الفي سكوير على الار سي سكوير، لكن مضروبة بمن؟ في الار سي، يعني القوة في نصف القطر، القوة في نصف القطر راح يشين تجينا الاف سنترال فورس، يعني تعتمد عليه على نصف قطر المركز. من خلال هذه المعادلة احنا نعرف الفي اف اللي هي سرعة الانجراف من المحاضرة السابقة، يساوي لنا الفيلوسيتي يساوي لنا الاف القوة كروس بي كثافة الفيض على كيو بي سكوير على شحنة الجسيمة مضروب في البي تربيع. إذا الفي السرعة الناتجة من نصف القطر المركزي، يعني سرعة الانجراف عن القطر المركزي راح تكون نفسها، بس أعوض الاف، الاف شو يساوي لي؟ أعوض عنها الفي سنترال فورس، يعني مكان هاي الاف راح أطلع الفي الار سي، شو يساوي لنا؟ الفي سنترال فورس، يعني حتى تصير الار سي، يعني هاي في سنترال فورس شو يساوي لنا؟ ام في الموازيه سكوير في الار سي كروس بي على اليمين على الار سي سكوير في الكيو بي سكوير، هذا الفي ار سي. اذا هذه شنو؟ مقدار سرعه الانجراف الناتجه بسبب انحناء من خطوط المجال المغناطيسي. عندما تكون خطوط المجال المغناطيسي منحنية، فإن الجسيمات البلازما شبيهة طاقة موازية، يعني هاي ناتجة من المركبة الموازية،
وبذلك سوف تنجرف الجسيمات بسرعة تساوي مقدارها شني في ار سي سنترال فورس باتجاه عمودي على كل من الار سي والبي من خلال هذا القانون كروس، يعني باتجاه عمودي على من؟ على الار سي وبي. ان اتجاه الانجراف وين يعتمد؟ يعتمد على نوع الجسيمة المشحونة. ليش؟ لان احنا نعرف الايون يدور عكس الالكترون، تمام؟ فحسب نوع الجسيمة راح يكون اتجاه الانجراف يعتمد على من؟ على نوع الجسيمة المشحونة، يعني لو ايون لو الكترون. يصاحب اي انحناء في خطوط المجال المغناطيسي شو صاحبه؟ من تنحني الخطوط راح يصير انحدار، انحدار فيه باتجاه معاكس للار سي اللي هو نصف قطر الانحناء، يعني عكس الاتجاه. لهذا فإن أي منظومة تحتوي على مجال مغناطيسي يحصل فيها انجرافين، يعتمد أحدهما على الطاقة العمودية للجسيمات والثاني يعتمد على من؟ على الطاقة الموازية. إذا ممكن يجي فراغ في أي منظومة تحتوي على المجال المغناطيسي، شو يحصل فيها؟ يحصل فيها انجرافين، يعتمد أحدهما على فراغ والثاني يعتمد على الفراغ، واحد على الطاقة العمودية للجسيمات والثاني على الطاقة الموازية. لذلك لا يمكن لأحدهما إلغاء الأخرى، وتكون السرعة النهائية شو تساوي لنا؟ تساوي لنا مجموع السرعتين اللي هن منو؟ الـ VR والـ V اللي هي تعتمد على السرعة العمودية، والـ V sub R تعتمد على السرعة الموازية. إذا جمعت نسوي شو حصل؟ V gradient الـ V زائد الـ R، يعني الانحدار الناتج من المركبة العمودية والمركبة الموازية اجمعهم احصل على السرعة النهائية. هسه نجي نحلل الكلام، يقول ان هذا الانجراف يعتبر من اخطر الانجرافات في مجال حصر البلازما. اذا اخطر نوع هو هذا وذلك بسبب شنو؟ لان الجسيمات تنجرف مولدة تيار، لما تنجرف راح تتحرك الجسيمات راح يتولد تيار متجه نحو الجدران، يعني التيار كله راح يتجه نحو الجدران ولا يمكن السيطرة عليه، يعني من المركز يتجه نحو الجدران. ففي توزيع ماكسويل للجسيمات تكون الـ E average جيت 3 على 2 KT، وأن السرعة العمودية لها مركبتان عمودية على المجال المغناطيسي. لذلك يمكن كتابة معادلة السرعة الحرارية كما يلي، راح تكون الـ V thermal تربيع شو يساوي لنا؟ الـ V موازي تربيع زائد نصف الـ V العمودي تربيع. إذا الـ V thermal الحرارية راح تكون حاصل جمع منو؟ الـ V الموازية تربيع ناقص ما زائد من؟ نصف الـ V thermal العمودي العفو تربيع، يعني حاصل جمع المركبتين. سؤال: برهن بأن الانجراف الكلي لمنظومة التوكماك يساوي المقادير التالية، يعني أي مقدار منهن ممكن نثبته؟ نجي الفي السرعة الناتجة من الانحدار المركبة العمودية والموازية البي اللي هي جرادية البي زائد الار يساوي لنا ام على كيو ار سي كروس بي على البي سكوير ار سي سكوير في في الموازية زائد نصف الفي العبودية سكوير، تمام؟ او ايش عندنا هنا؟ الفي ضل البي زائد الار ممكن اعوض عنها، اما كان ذن القيمتين شو اسويها؟ زائد ناقص الفي ثيرمال على الار سي في الدبليو سي. شلون اجتنا هذه؟ شباب راح تجينا هنا من الار سي كروس البي على البي الار سي هنا تختصر، وعندنا هنا ام على الكيو في البي شو يساوي لي؟ دبليو سي. فراح اعوض عن قيمه التردد بشكل الكتروني، راح ينتج لنا الفي الموازي. او اريد اثبت ان الفي الجراديت البي زائد الار مركب العموديه زائد الموازيه يساوي لنا 2 كي تي على كيو بي ار كيو بي ار، كلهن نفس الشيء ونفس القيمة لكن كل وحدة بتعويض، يعني ممكن
هو نفس النتيجة لكن مرة تعوض عن تردد السيكلتروني، يعني مرات أحسب الفي ثيرمال هي الفي العمودي زائد الفي الموازي، راح تكون بهذه الصورة. أو الفي الجراديانت الفي زائد الار زائد ناقص، شوفوا هنا ايش عوضنا، نصف قطر لارمر ار ال في الفي ثيرمال على اليمين على الار سي. منين عوضناها؟ عوضنا عن الدبليو سي، دبليو سي اللي هي في ثيرمال في الار ال على اليمين على الدبليو سي، راح يكون الفي الجراديانت الفي. اذا الفي جراديت البي تتناسب ويا من؟ مع المركبة العمودية، وعمودية على اليمين على البي كروس الجراديت البي كروس بي. وأيضا الفي سب ار اللي هي السرعة الموازية تتناسب ويا من؟ مع البي الموازية تربيع ممكن، واللي هي عمودية ويا من؟ ويا الار سي كروس البي. إذا هذه المركبة العمودية وهذه المركبة الموازية. المركبة العمودية احنا سميناها شنو؟ جراديت البي انحدار الجهد المجال عفوا، والموازية هي لنصف قطر الانحناء. عندما تكون السرعة الموازية مساوية للسرعة العمودية، يعني إذا ساوى الموازية ويا العمودية فتلغي إحداهما الأخرى ولا يحدث انجراف إذا كان النظام في حالة توازن. يعني شلون؟ فتلغي واحدة الأخرى ولا يحدث انجراف، أي إن الانجراف الكلي في منظومة التوكوماك هو عبارة عن الانجراف للمنظومتين. يعني البي الجرانديت اللي هو من الانجراف من المركبة العمودية زائد الانجراف المركبة الموازية يساوي لنا 2 كي تي على كيو بي آر، 2 كي تي على كيو بي آر اللي هو هذا 2 كي تي على كيو بي ار اللي هو الحصرة النهائية. الار من منظومة التوكوماك، الار اللي هو ماجر راديوس، هذا شوفوا هذه هاي منظومة التوكوماك اللي هي بيها فتحتين، واحدة نصف قطرها صغير ار سمول وواحدة نصف قطرها كبير ار كابيتال، هي عبارة عن اسطوانة طبعا، هاي وحدة قاعدة وحدة الفوهة. فراح يكون منظومة التوكماك الار سمول اللي هو من الراديوس دائما 0.5 متر 0.5 متر، والماجيور راديوس اللي هو الار كابيتال راح يكون من 3 الى 5 متر. ملاحظة، يمتى نستخدم الار ويمتى نستخدم شنو؟ نستخدم الار سمول. الار تستخدم لحساب سرعة الانجراف، الار تستخدم لحساب سرعة الانجراف، اما الار فتستخدم لحساب الزمن من السرعة. ليش؟ لان الار سمول هي نصف قطر النواة، اما الار كابيتال فهي ناتجة من سرعة نصف قطر الانجراف بسبب خطوط المجال المغناطيسي المنحنية. فالآر كابيتال هي تساعدنا لحساب سرعة الانجراف، لكن الآر سمول اللي هي موجودة بالنظام الذري تستخدم لحساب الزمن من السرعة، يعني المسافة، مسافة على الزمن شو يساوي لنا؟ السرعة عن طريق المعادلة التالية، ال في شو يساوي لنا؟ اكس اوفر تي. هاي يوضح لنا كأنما الأرض والمجالات المغناطيسية، فهنا توضح لنا لاحظوا هنا كرة الأرضية اللي هو بروتون درفت بهاي الجهة والإلكترون درفت بهاي الجهة، يعني عكس الاتجاه مالته إلكترون درفت. وبعد عندنا حركة من ماجنتيك فيلد داير خطوط المجال المغناطيسي حول الأرض، وترابيد بارتيكلز أوربيتال اللي هو النظام بدار العفو الجسيمة المضطربة، وعندنا تيرنينج بوينت ونقطة التيرنينج مالتها، و
يعني كأنما يقرب نظام الأرض هو مشابه إلى نظام من نظام ال يعني شلون مشابه إلى نظام حركة الانجراف باستخدام مجال مغناطيسي خارجي. سؤال: في منظومة التوكماك التجريبية يتغير فيها المجال المغناطيسي ببطء، احسب نسبة تغير نصف قطر لارمر عندما يزداد المجال المغناطيسي بمقدار شقد؟ يزداد المجال المغناطيسي بمقدار 9 مرات. أريد نسبة تغير نصف قطر لارمر يتغير شقد من إلى عندما يزداد المجال مقدار 9 مرات، يعني كان بي شقد صار المجال المغناطيسي؟ 9 بي 9 لهذه المعادلة. ممكن اللي هو المجال المغناطيسي البي شو يساوي له؟ 9 بي، يعني كي ون تي ون كي ثابتة تي ون كيو بي ون ار ون يساوي لنا كي تي تو كيو بي تو ار سمول او ار تو. راح اساوي النظامين، اريد احسب نسبة تغير في نصف قطر لارمر من ار ون الى ار تو، ايش راح يصير عندما المجال المغناطيسي من بي ون الى شقيت 9 بي ون، يعني ازداد بمقدار 9 مرات. راح نتعرف على نوع آخر من الانجراف، وهو الناتج من انحدار المجال المغناطيسي بموازاة المجال المغناطيسي. راح يكون هنا النظام لحد المرايا المغناطيسية لما ناخذ هواية، لأن كلش متأخرين الصباح وياكم. راح ناخذ الانجراف الناتج من الانحدار في المجال المغناطيسي بموازاة من المجال المغناطيسي، يعني ينحدر ينجرف بسبب الانحدار في مجال مغناطيسي بموازاة المجال المغناطيسي. يعني جراديت البي اللي هو انحدار او الانجراف اللي يوازينه البي. ان الجسم المشحون الذي يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم، سواء كان الكترون او ايون، تكون حركته منتظمة، حيث يبقى نصف قطر لارمر ثابت وله عزم مغناطيسي. اما حركة الجسم المشحون في مجال مغناطيسي غير منتظم وفيه انحدار موازي لاتجاه المجال المغناطيسي، أي أن خطوط هذه بالمجال المنتظم تكون حركته منتظمة ويبقى نصف قطر لارمر ثابت وله عزم مغناطيسي. أما إذا كان المجال المغناطيسي غير منتظم، شو تكون حركة الجسم المشحون فيه وفيه انحدار موازي؟ تكون الخطوط تتقارب، ويمكن الاستفادة من هذا لعمل منظومات الحصر للبلازما وعكسها، كما في المرآة عندما تعكس الموجات الكهرومغناطيسية. يعني إذا كان منتظم يبقى نصف قطر لارمر ثابت وله عزم مغناطيسي، وإذا كانت حركة الجسم المشحون في مجال مغناطيسي غير منتظم وفيه انحدار موازي لاتجاه المجال المغناطيسي، أي أن الخطوط المجال شبيهة تتقارب. نجي أريد نحسب هذه، لحظة هنا عندنا خطوط المجال المغناطيسي شبيه هنا تتقارب نتيجة حركة من الإلكترون، وال شوف هنا الأيون عكس اتجاه حركة من حركة الإلكترون بسبب الإشارة، اختلاف في الإشارة. drift particle انجراف جسيمة in magnetic mirror field، راح يكون magnetic mirror field يثبت ان العزم المغناطيسي اليو لمنظومة يتغير فيها المجال المغناطيسي ببطء كمية ثابتة. نثبت ان العزم المغناطيسي شو نسميه؟ يو. لمنظومة يتغير فيها المجال المغناطيسي ببطء اريد اثبته هو كمية ثابتة. يا نوع منهن؟ النوع الاول عندما تكون حركته منتظمة يكون شنو؟ ثابت وله عزم مغناطيسي. اجي ان حركة الجسيمات المشحونة في سلك يقطع خطوط المجال يعطى بها قانون فاراداي، لأن جسيمات مشحونة ومجال مغناطيسي راح يكون القوة الدافعة الكهربائية الـ EMF شو يساوي لنا؟ سالب قانون فاراداي سالب
دي باي اوفر دي تي، وهو التغير بمن؟ تغير في الفيض، يساوي لنا التكامل المغلق الـ EDL حسب قانون من فاراداي في توزيع الجسيمات. ممكن نحل الباي من التكامل مشتقة، والتكامل نأخذ تكامل مغلق، هو مغلق راح يكون الباي يساوي لنا تكامل الـ E دوت الـ DL في التكامل المغلق في T يساوي لنا الـ B DA. يعني أني قوة الدافع الكهربائية تكامل السيرفس للسطح في كثافة المجال في شدة المجال المغناطيسي مضروبة بمن؟ في وحدة المساحة، ويساوي لنا الفاي يساوي لنا تكامل المغلق الـ EDL، عوضت عن هذه، يساوي لنا سالب تكامل BDA على من؟ على DT. يعني عوضت، يعني الفاي من هذه عوضت الطرفين. الفاي شي يساوي لي تكامل بي دي اي، راح اقول سالب دي للدي تي، ومكان الفاي ايش عوضت؟ عوضت بي دي اي، ايش يساوي لنا؟ تكامل المغلق الاي دي ام. زين، التغير في مقدار الشغل العمودي، التغير يعني الدي او دبليو شغل ورك، يساوي لنا سالب اي سمول تكامل اي دي ال. هاي منين اجتنا؟ احنا نعرف الشغل شو يساوي لنا؟ اي سالب الاي في الباي في مقدار الجهد، سالب الاي في الباي اللي هو مقدار الجهد. الباي شو يساوي لنا؟ تكامل اي دي ال، فالقوة الدافعة الكهربائية عوضتها هنا، ويساوي لنا اي سمول تكامل. منين اجتنا هذي؟ لان انا عندي هنا اي دي ال يساوي لسالب تكامل اي دي اي. تمام، يعني هي نفسها هذي الشغل، ممكن هذي الحد وهذا الحد نفسه، لكن هو نفس القيمة، يعني هذي هذا القيمة وهذه القيمة هو نفسها من الجهد. الجهد في الاي يساوي لنا، يساوي لنا مقدار الشغل. هنا اكاملها، هنا نتكاملها للسيرفس لوحدة المساحة، يساوي لنا اي شحنة الالكترون في البي مضروبة بمن؟ هنا العفو بي دوت، هنا الو عندي بي دوت لان هي مشتقة بالنسبة للزمن المن؟ للبي دوت، لان تكامل دي للدي تي شو يساوي لنا؟ للبي يساوي لنا بي دوت، لان الاي وحدة مساحة ثابتة، لكن من اللي يتغير مع مرور الزمن؟ هو المجال المغناطيسي، فراح اخلي هنا دوت معناها مشتقة، معناها مشتقة، هنا مشتقة، الكاملها بالنسبة للسيرفس راح تكون اي بي دوت دي اي، تكاملها والوحدة المساحة راح يساوي لنا اي، يساوي لنا اي بي دوت، والاي شو يساوي لها؟ مساحة دائرة باي ار نصف قطر لار مر شنو؟ تربيع. هسه لحد الان احنا جايين نطلع مقدار الورك الشغل. اذا الشغل التغير في الشغل ناتج بتأثير مجال مغناطيسي ببطء، حتى من خلال الشغل احسب العزم، يساوي ان اي بي دوت باي مضروب بمن؟ في الفي عمودية تربيع على شنو؟ على دبليو سي تربيع. هاي بي دوت، طبعا الدوت هنا على النقطة بس متحركة بالكيبورد. منين جتنا الفي العمودية تربيع على دبليو سي تربيع؟ هي من نصف قطر لارمر اللي هو الار الال تربيع، ويساوي لنا اي بي دوت باي الفي العمودي تربيع على دبليو سي تربيع من خلال واحد قانون التردد السايكلتروني، يكون ال دبليو سي تربيع شو يساوي لنا؟ كيو بي على اليمن على الفي عمودي، كيو بي على كيو بي على الام شو يساوي لنا؟ التردد السايكلتروني، بقت وحده من التردد السايكلتروني هنا، والام في الفي عمودي تربيع على كيو بي في الدبليو سي، راح تكون هذه فقط عوضنا عن وحده من التردد السايكلتروني بما يساويها حسب ما اتعرفنا عليها بالفصل الثالث. سويت انا هنا ضربنا في اثنين البسط والمقام، راح يساوي لنا اجي اساويهن هنا 2 باي، صارت هنا 2 باي على التردد السايكلتروني، 2 في باي 2 باي على التردد السايكلتروني، طلعت لي برا، وعندي هنا هذا كله شو يساوي لي؟ الورك
الشغل في البي دوت على اليمن على البي، يعني ساويت هذا الطرفين راح يكون بي دوت اللي هو مشتقة المجال المغناطيسي بالنسبة للزمن على البي. إذا نير باي على التردد السايكلوتروني في البي دوت يساوي لنا التغير بمن؟ التغير في البي، يعني بي دوت للبي راح يكون مقدار التغير في شدة المجال المغناطيسي. بعد ما عوضنا هنا عن التردد السايكلوتروني راح يكون التغير في شدة المجال المغناطيسي للبي مقدار التغير بالنسبة للبي في الأوميجا تي هنا يساوي لنا التغير بمن؟ في الشغل اللي هو الورك اللي هو يمثل للدلتا. ترتيب معادلة فقط، أخلي الشغل على جهة وشدة المجال على جهة، تغير في شدة المجال الشغل على الشغل نفسه يساوي لنا سالب التغير في مجال المغناطيسي للمجال المغناطيسي نفسه يساوي لنا صفر. إذا الدلتا شو يساوي لنا؟ دلتا الأوميجا للتي شو يساوي لنا؟ صفر. وإذا التغير الشغل لي على شدة المجال المغناطيسي يمثل لي مقدار العزم المغناطيسي. إذا العزم المغناطيسي يساوي لنا مقدار الشغل المغناطيسي على من؟ على كثافة الفيض المغناطيسي، ويساوي لنا كمية ثابتة التغير فيه يساوي لنا صفر. منين جانا هذا التغير شباب؟ التغير هذه معناه من التكامل، حدود التكامل، يعني التغير من البي 1 إلى البي 2 من التغير بين النظام. إذا أثبتنا هنا أن مقدار العزم المغناطيسي لمنظومة يتغير فيها المجال المغناطيسي ببطء هو كمية ثابتة. شلون نعرفها كمية ثابتة؟ إذا ساوت لنا صفر. واضحة هنا شباب؟ المرآة المغناطيسية إن شاء الله الأسبوع القادم ناخذها، لأن ما أريد أستعجل وياكم، لأن بعد عندنا هواي أسابيع والطلاب الصباحي بعدهم متأخرين هواية. شو وقت امتحانكم أنتوا البلازما شباب؟ يعني محددين يا يوم؟ والله شوفي الجدول تمام وكتبي لي على التليجرام حتى اعرف يا يوم الصباح يا يوم. ها يعني الاسبوع اللي ورا العيد رأسة. ويلكم. تمام، يعني يوم 10 امتحانكم الأحد. لو الأحد أنا ما داوم. إي بس أنا الأحد ما أوفي، ما داوم. دا صباح ولا مساء؟ خلنا نشوف إذا أدزلكم الأسئلة وتمتحنون، يعني يمتحنكم أستاذ. ثلاثة أنتم موجودين، غير موجودين عندكم محاضرة؟ اي واللي الاحد انتم ما عندكم دوام؟ لو عندكم دوام لا لا تخلونا بيوم يوم الثلاثاء امتحانكم. البلازما شوفوها يوم، يعني حتى لو تزحفونها تمام. الكم خلوه يوم الثلاثاء، لان يوم الاحد اول شيء انا ما داوم، وثاني شيء مختبرات تعدكم. ماشي ماشي ان شاء الله. وانتو شوفوها من الجدول مالتكم، ايش عندكم بعد مواد ما بتمتحنيها؟ اذا تمتحنوا للاحد ادز الاسئله ويمتحنونكم، يعني انا ما اقدر اجي لان هو اوفي بس الاحد انا بالاسبوع. تمام ان شاء الله بنلتقي بالاسبوع القادم. بنلتقي عندكم شيء مصطفى؟ خلينا نسجل اسمك. وبعد من نظم غير مصطفى؟ منو بعد من الطلاب؟ ناظم. وبعد من ضياء ايضا؟ سجاد. منو من الطلاب بعد؟
سجا حسن، مروة، تمام ما عندكم شيء. احنا راح نبقى نمشي بطيء بهذا الفصل حتى من هنا من يخلص الكورس. مروة ايش فيها؟ اه تمام. اذا ما عندكم شيء طلاب بامكانكم مغادرة الصف. شكرا جزيلا لحضوركم، وان شاء الله نلتقي بكم. اهلا بكم. اه مروة تمام. اوكي مروة، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم ونتفق على آلية الامتحان. أنا هم أفكر أشوف الامتحان، إذا تمتحنون يوم الأحد أنزلكم الأسئلة ويمتحنكم أستاذ مرتضى، هو يداوم يوم الأحد. خلينا نشوف الوضع، نشوف الأساتذة، إذا أكو واحد يمتحنكم تبقون على جدولكم نفسه إن شاء الله. شكرا جزيلا شباب لحضوركم، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، وعطلة سعيدة. أهلا أهلا بكم، أهلا.